سيدي كلهم صاروا بالهنجار مع السيارة المسروقة، ويمكن نسيوا الباب مفتوح. كل العناصر تنتشر وتحاصر المكان. ود عمي تستاهلوه. قديش هدول؟ 75,000. لك كتير قليل يا معلم مصوح، كتير قليل. عمي لا تزودها، إذا قليل هي السيارة قدامكم، خذوها وتيسروا، وأنا قلبي ناقصني. ها بناخدها وبناخد أبوها، شو ما ضل غيرك بالبلد؟ الله والنبي معكم، مع السلامة. يلا ولا حركة. لك وين بيروح بهالليالي؟ يعني وين بده يروح؟ على كل حال مازن ما بيخاف عليه، الخوف عليك انت. خوف علي انا؟ قصدي خلينا بوجع ركبتك هلا. يلعن ابو ركبتي. اسمع مني يا ابو مازن، وروح على المستشفى الامريكي، عم بيقولوا فيها دكتور اعصاب ما بيعجز عن حالي. هيك قلتي؟ ايه هيك قلتي. لكان مو احسن ما يعملوا لك عمليه وخذ معك الصور والتحاليل والادويه، بركي هنيك وصفوا لك دواء ثاني. خلاص بكره الصبح بنزل على الشركه، بوقع البريد وبطلع على بيروت مباشره. ايه لكان نم لك كم ساعه مشان تسافر وانت مرتاح. لك شلون بدي نام وارتاح ومازن ما رجع لسه؟ قل هو الله احد، رجعنا لنفس النغمه. نام يلا نام. حاضر. أول ما تطلع التحليل بتخبرني عن الموبايل، اتفقنا؟ إذا طلعت إني مو حامل تزعل شيء؟ أنا ما رح أزعل، بس أنت لا تزعلي، اتفقنا؟ يلا. يعني رح تسافر على بيروت وترجع بنفس اليوم؟ إذا كان بدي نام هنيك، كل المشوار من هون لبيروت ساعتين زمان. رايح مشان تعالج ركبتك ما؟ ما، وبالنسبة للمهندس حسام تعتذري لي منه، تقولي له خليني اشوفه بنفس الموعد بكره. روح ترجع بالسلامة استاذ. الله يسلمك.